انه انا عندي مثلا هذا الاسبوع ان رصيدي مرتفع في المتاجر. صح هذه صح بعد صح بتدخل في 20% يمكن 20% ممكن انها تفرق مع مساعد فيصل. اعطيني مساعد فيصل كنسل الفكره. مساعد فيصل اعطيني اياها. مساعد فيصل سؤال واتمنى جواب بشكل واضح وصريح من غير ديباجه ومقدمات. هل تم السطو على البنك وزرف المبلغ الموجود في الدرج او لا؟ لا لا, لا. تمام. فهد يقولون لا والمعلومة مؤكدة عندك بناء على الموازنة والحسبة اللي موجودة عند المحاسب بكري. برجع لك فهد. السؤال الثاني: راكان بملاه اليوم تواجد معكم وسحب المبالغ اللي معكم، ليش؟ موضوع بيني وبينه. شو موضوع بينك وبينه؟ موضوع بيني وبينه. وش الموضوع اللي بينك وبينه؟ موضوع حليناه مع راكان. طيب دقيقة فيصل، وش الموضوع اللي بينك وبينه؟ موضوع حليناه مع راكان. اي وش الموضوع؟ جاء راكان واخذ منكم فلوس. عطنا فلوس. لا لا غير صحيح. لا لا غير صحيح. لا لا جاكم انتوا اثنينكم. لا لا صحيح ايداع. تفضل فيصل. مساعد كان معه فلوس يبي يودعها في البنك ودق على راكان قال تعال ابغى اودعها. لا 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 وكلم راكان قال له انا بودع الفلوس هذه. شلون كلم راكان؟ قال له راكان يوم جاء راكان كلم راكان قال بودع. قال راكان انت من وين جبت الفلوس هذه؟ دخلت سمعت يتناقش هو مساعد فحبيت احل الموضوع بينهم. وش السبب يعني اللي صاير زي كذا؟ بملهي مكلم ابو عبد الله يقول احد الاسابيع باوظف متسابق يودع عني، بيجي عشان يودع رصيد مساعد فيصل نياف. نعم يا فيصل يا مساعد. طب انا جالس اكلم فيصل مساعد ما يعقل راكان ملهي بدل البرنامج يقول بجيب واحد بدالي يحضر يودع يوم ثاني يحضر من كثر ما هو الرجل ما هو رايق يجي القناه يحضر فقرته فقط، بيجي يحضر يوم ثاني عشان يودع 1000 ولا 2000 ريال رصيديه. واقنعتني جدا الرجال حضر ما هو علشان الايداع فقط. اقنعتني. طب حلو حضر عشان ايش فيصل؟ الرجال حضر ما هو عشان الايداع فقط. عشان ايش؟ عشان ايش؟ ما يدري ان معنى ايداع. طب راكان حضر عشان ايش؟ ما ادري والله لقيناه. طب حلو ما تدري عنه. لقيناه في الساحه تتمشى لقيت راكان، قلت راكان ابغى اودع. لقيناه في الساحه اثنينكم فقط اللي وداعتوا وبقيه المتسابقين. كان موجود هو وسلمان. وبقيه المتسابقين؟ كان موجود هو وسلمان. وبقية المتسابقين ما أودعوا. كانوا في ساحة الإبداع ما فجأة كذا نزل عليكم الإلا إسقاط نجمي تواجدتوا كذا. إحنا نواجه الناس كلها. ترك لا إله إلا الله. طيب تفضل فهد. لا إله إلا الله. كلامي مع فيصل مساعد. كيف كلامك مع فيصل؟ كلامي مع فيصل. دقيقة. تفضل فهد. كيف كلامي؟ تفضل. فيصل نياف ترى ما له علاقة في اللي حصل في السطو هذا. شوف الموضوع عند مساعد. موضوع كله ساطي الذي سطى ما هو ساطي الثاطي حقة محمد حق اليابسي. الصوتي الذي سطع على البنك واختلس منه مساعد الذهب. يا ساتر فيصل. لا 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 تتهمني فهد. فهد اكمل بعد. طيب لا تتهمني، لا تطلعني من الزاويه وتتهم يا فهد معيان. انا ماني انا لست بمدير الحلقه. مدير الحلقه ابو فهد بكيفه. انا اتكلم بالمعلومات اللي عندي. مساعد ذهب سطع على الـ على الـ على الـ على البنك. اخذ مبلغ كبير. غير صحيح. غير صحيح. اخذ مبلغ كبير منه. فيصل نياف لحقته شيء يسمونه حيد الفراعه. ما ادري قد سمعتوه ولا لا. ايش؟ حيد الفراعه. اللي هي حيد الفراعه هذه انها في اثنين يتضاربون يجي واحد بينهم في الوسط يبي يفارع تجي في راسه. تجي الضربه في راسه. هذا هو التي اتت الضربه في راسه. غير صحيح. جاء 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 انا اليوم صار بيني وبين يعني اليوم كان راكان ملهي يكلمني وانتم معه. اليوم ما يكلمني وانتم معه يعني انا بيني وبين اتصال مباشر يعني. طيب ايوه. مساعد ذاهب سطاع على البنك. اثبت يا فهد. انا بثبت. اثبت. انا بثبت. جيب الاثبات. انا قلت انا من بدايه الحلقه عنونت وقلت اثباته بكره اجيب. خلاص بيض الله. ممتاز؟ مساعد زاهد اذا اثبت انا انه سرق وطالب انه يخصم عليه ثلاثه اضعاف المبلغ اللي اخذه. لانه اخذ مبلغ كبير جدا. كم المبلغ طيب؟ كم المبلغ؟ اكثر من 10,000. اكثر من 10,000. ليش ما يوصل الموضوع للاستبعاد؟ لان لو يا رجال اصبر اصبر دقيقه اصبر اصبر دقيقه اصبر دقيقه تركي قول دقيقه لا 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 تقول لي اصبر استبعاد اصبر يا رجال قول لا 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 خلاص بتكلم حتى انا ابغى اتكلم. ايش انا جالس اناقش فهد؟ لا ايش 10,000؟ انا جالس اناقش فهد. بيجيك انا جالس اناقش. انت ما سرقت نعرف كيف الكلام. انت ما سرقت 10,000. اللي ما سرق لا يخاف. 10,000. انا اكلم فهد. كم خليت اجل؟ ولا اخذت شيء ولا سرقت ولا سرقت بس لا خلط. انا يا رجل لا تدخل في نيتي. تمام اذا إيه طلعت اسمع بدر بن عويس لا 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 اذا طلعت حبيبي مساعد روق واذا طلعت اسمع بدر بن عويس لا تتهم. اسمعني فهد الان يا مساعد يا مساعد عشان اكمل لك الان تطالب بخصم ثلاث اضعاف. انا بعد انا اطالب انه يستبعد اذا تم فعلا ان اخذ هذا المبلغ وانكر واخذ اعداد المنافسه. ليش؟ لان فيه يعني افتراضية أن ما يكون في كاميرات ولا يكون في أحد عرف الموضوع. المطعم لمن؟ حاتم. لحاتم الحاتم الفريدي.
حاتم 6000 واحد يكلمني في ريربيز. حاتم الفريدي كان قد يعني قد قال في تصريح سابق له انه اذا في نحب بنحب عرفت؟ وعين الرجال مع عينك به يا حاتم الفريدي. سؤال الان مساعد زاهد لو انه شوف هذه ترى ملاحظه دقيقه والله لو عندك اثبات يا فهد معيان انتظره انا من الكلام انا بجيب والله لو اثبات انتظره انا بجيب اي لا تحذفون بعلى العرب اسمع لا تحذفون بعلى لو انك صادق ما ناقشتني في المبلغ كيف يعني انا لو قلت 100 يا اخي 10000 بالعقل بالعقل صار عندي يمكن المبلغ وتخليني خلنا نتكلم يا اخي انا شوف انا كاره روحاتك وجياتك الكثيره في المنطقه المحظوره حقي. دخولك المنطقه عبد الله من حقي وفتح الدرج واخذ المال منه من طريقه غير مشروعه من حقي. اتمنى من حقي يحق لي ما يحق لغيري الاستبعاد كبير عليك لانك بتاخذ عليه شو الاستبعاد طيب عليه شو طيب انا اتمنى انه يخصم منه 3 اضعاف المبلغ يعني انا اتكلم عن 30000 يروح على ابراهيم زي زين اصبر اصبر لا تفضل خلنا مصادركم غير صحيحه انت اصبحت خلنا مصادركم غير صحيحه سلمان ملحق سلمنا 3000 ريال 3000 ريال متسابقين او دعنا في حسابه ما فيه في مبلغ تفضل محمد دقيقه مساعد وارجع لك تفضل محمد انا وجهت تهمه للعايض عفوا مساعد إيه؟ قلت لك انه اكثر شخص يروح محظور المنطقه المحظوره صحيح وان دافع تمام مساعد يقول ابى اقول لك شغله مساعد في النقاش يقول انا يحق لي ما لا يحق لغيري كيف إيه بطلع عادي بطلع بطلع يا ترك لا لا شوف خروج فيك بطلع عادي ايش خروجه في المنطقه قفل خروجه انا صدق اتكلم محمد فيك خروجه في المنطقه المحظوره امر العقوم ذا اصبر خروجه في المنطقه يقول يحق لي ما لا يحق لغيري الان هو اعطى نفسه انه انا يحق لي ما لا يحق لغيري اعطى نفسه افضليه انا اخويا ما اعتبار الزملاء اي الزملاء اللي يخصم الرصيد اللي ومن الجائزه الكبرى محظوره من الجائزه الكبرى ما يرى في اي اعتبار هم 4-5 اللي يرون فيه اعتبار منهم فيصل نياف يرى انه في لا منطقه محظوره ما اطلع عشان ما يخصم رصيد من الجائزه الكبرى رجال يبحث عن مركز اما سالفه ان الرجال خذ فلوس ولا ما خذ فلوس فالطالب بخصم 3 أضعاف من طلب انا اتمنى اذا ما اخذها يعني ما اخذها تعطونا حصان اذا ما اخذها نعطيه حصان بيض الله وجهك واذا اخذها بيض الله وجهك يا ابو دعيري 3 ولا استبعاد نعم بيض الله وجهك يا ابو دعيري النقيض لازم يكون مع الحصان اللبسه كرافته الرجال يقول لك انا ادخل منطقه محظوره يحق لي ما لا يحق لي غيري لا لا انت مو طالب استبعاد اسمع طيب اذا ما اخذها الحين وجه له تهمه لا دقيقه يا اخوان دقيقه فهد دقيقه دقيقه يا اخوان انت متوجه تهمه طيب تطالب استبعاد طيب عمرك طلبت بحصانه متسابق ليش اطالب بحصانه ليش في 6000 متسابق كلهم كلهم واحد الله يعزك يا ابو سالم كلهم واحد ها في 6000 واحد ليش طالب استبعاد لان في جرم وقع اذا ما وقع الجرم عليه الان في دليل كل ما تم مناقشته في كلام اليوم طيب مو كله وقع صحيح تماما من جوالات من هروب من تهريب اكل يعني وقفت الحين في زرفه ال 10000 حقت مساعد طيب لا لا كل شيء جبنا بكلام اليوم تفضل علي الحين سؤال يا مساعد انا ليه ما اجاوب بتجاوب الان بعدي وابشر الله يرحم والديك والديك سؤال يا مساعد انت تقول انا لم اسرق صح نعم ليش زعلت لما قال ابغى استبعاد وابغى خصم يا اخي لا تتهمون ركز 100 ثواني وكذا اهداء وركز بسؤالي لبيه انت ما سرقت ليش خايف هنا السؤال انت ما سرقت ليش خايف اللي واثق من نفسه وعارف اني انا ما اخطيت ولا سويت ولا رحت ولا جيت وش يصير على خير حط رجع الرجل مرتاح مروق لكن مجرد ما اقول استبعد لا 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 هذا ايش معناته طيب بعلم هذا في بلا يدور حول هذا مو بس سرق تلقى سرق ونهبك متسابق وكل مال يتيم وسرق شركه فهمت سوى مصايب كبيره فهمت فانفتحت العين عليه طيب قول هذا اول شيء ثاني شيء قد قلت لك اكثر مره واعيد لك مره ثانيه على الهواء عشان تفهمني لما نقول كلمه عليك انك اخطيت خطا لا تقول لي والله على كيفي ما في شيء اسمه على خشم عليه الطيب أسلح. انت اخطات لما تدخل مكتب عبد الله في ناس والله من مقدمين والله اذا في اجتماع والله ما ندخل مكتب عبد الله في خطوط حمراء مهما كان لا تقول على كيفي ما في شيء اسمه على كيفي طيب في قانون في نظام يحكم هذه القريه عشان نمشي فيه امور طيبه لما تجي تقول يناقشك هذا معيان هو اتهمك هو ما اتهمك الا في دليل متى بيجيب الدليل الله اعلم قدامنا ابراهيم بعد 6 ايام انا حددت متى تجيب الدليل انا معاك انا معاك هو حدد متى تجيب الدليل بيجيبه بكره بعد بكره قدامنا ابراهيم ما عندنا مشكله لو ما جاء فهد معيان بنقعد نعاير لين نهايه البرنامج وين الدليل حق مساعد وإذا ما أثبت يا أبو دخيل إذا ما أثبت عندي ما في مشكلة تفضل الموضوع عندك هقول لا قل لا إله إلا الله تفضل أول شيء فهد معيان يوم تقول قبل شوي ذا الحين إيش قومك تنرفزت فهد معيان يقول أطالب 10000 ريال 10000 ريال رصيدية تقول لا
جانا سلمان ملهي قال ما عاد فيه شيء مساعد خلني بعلم خويك سرق بسكوت خصم 10,000 يعني المفروض انك دامك انت سرقت فلوس يخصمون 100,000 خلاص راح بالنسبه والتراسي بس اسلم طيب قول لا اله الا الله ابو دخيل الله يقول فهد معيان 10,000 ريال ارجع الحلقة سلمان ملهي قبل مو بالاسبوع ذا اللي راح يقول سلمان ملهي ما عاد فيه سيوله ما في مادي ركان يقول ما في سهوله سيوله الله يرحم والديك سيوله ماديه حلو صحيح كيف من اين جبت انا العشر الاف ريال وكيف عرفت كلام يعني ممتاز كلام منطقي السيوله ايش معناتها ترى فلوسه ودي الطابع اليوم اطبع 10,000 ورقة اجيبها بس انتهى بس ذاك يوم طبيعي انه ما يكون في سيوله مثلا خلينا نضربك مثال ذاك يوم مثلا ما طبعنا ذيك الطابعه ما ودينا المطبعه وجبنا لك اياها بس فقط لا غير طيب حلو هذا اول شيء ثاني شيء لو بنسلمك 56,000 او 70,000 بيكون طغيان في القريه كيف بجمع رصيدك من الطبيعي بيعطيك جزء بسيط عشان تعرف تتحكم برصيدك الله لا يهينك يا ابو دخيل الله يحييك ويحيي علمك العشر الاف فين حطها انا سرقتها فين حطها عادي جدا توزعها على اخوياك عاد الفارع الحبيب عاد الفارع الدكتور يعطي الدكتور عاد الفارع زي ما اعطيت فلوس عبد الله الزهراني اعطيته توزع على الشباب اللي تحبهم واللي ما تحبهم على كيفك قول قول لا تبغى طيب الدكتور وتغدي اللي تبغى الدكتور دخل معك عبد الله وقال ان انا اللي معطي مساعد الفلوس صحيح هو اللي معطي الفلوس بس انت لو انت حريص على فلوس زميلك رديته انا بعطيك يا اخي يا اخي مشي المحور رجع المشي على الجعيد ال10,000 ريال الرصيدي اللي اخذها مساعد الزاهب ممكن يوزعها على الشباب اللي سرق رصيدهم عشان يحفظون اسمع انا يستاهلون يستاهلون ما ترهيب ذا البعقول يستاهلون ممكن وزعها على زملائه عشان ما يجيهم الخصم على يهديهم سرقه العمله الرصيديه يهديهم سرقه لا اي ممكن يعني مثلا في واحد ضايع عليه 1,000 ريال رصيدي ضايع عليه الكاش ضايع عليه هذه ال1000 اذا جو انشدوا مثل ما تسرق يا فهد مثل ما تسرق من دولاب الفلوس تعطيها ابو لبن تخبر ولا لا اسمعني الله ايوه لا تضحك مثل ما تسرق لا انت معلم لا انت معلم يا فهد معيان عشان تعلمنا ابو دخيل انت معلم يا فهد انت سرقت بدري تساعد ابو دخيل الله لا تتمر رجلي يا فهد شجاع جاوب وصرح قدام الشاشه فهد معيان معلم للمتسابقين فهد ان كانت سارق فنحن سارقين لا تتمر رجلي ولا تقول مد الرجال انت سارق اسمح لي انا ما في ورانا شيبان ورانا رجاجيل ورانا اسمعني يلا كلمة سارق شيء انا ما سرقتها انا اخذتها منك بالغصب طيب وانا اخذتها منك بالغصب العشرة لا ممتاز اخذتها يعني انا اخذتها مني غصب يا بعد معي ما اخذها غصب انت باخذ عيني تشوف والكاميرا تشوف وهذا الكسب انت باخذ عيني تشوف كذا لا قلت انت باخذ من عيني اتحداك يا فهد اتحداك يا فهد معيان تثبتها والله العظيم اثبتها يا فهد معيان فانا محقوق لك ما ابغي انا ابغى اثبت يا فهد اسمح لي الله يحيي اثبت اسمح لي يا حبيبي اسمح لي انا الان يا حبيبي الله يخليك لي انت تقولني انا اخذت هذه بدون علمك انا اخذت ال 100 ريال لا 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 ما يبعد منك ومن فيصل من فيصل هادران ومن نواف الشهراني واعطيتها ابو لبن وانت تشوفه أجل أنت ظالم أجل أنت سروق وظالم نعم. يا فهد معي ولبن نعم أنا ظالم ظالم وسروق لا 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 مساعد لا ظالم إيه لا مساعد لا تكبلوا عرضي الكلام الثانية اسمعني النقطة الثانية فهد بشكل سريع النقطة الثانية أنا أتمنى أن تأخذها مني غصب هل أخذت العشر الاف مني غصب لا تقول أنت لا تجيب عشان تبغاني أقول إيه بس تبغاني أقول إيه إيه خذيتها غصب والكاميرات تشوف يعني خذيت تشوف خذيتها لا لا أثبت هذا كلام طيب مساعد 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 دقيقه عشان ننهي الجدل هذا اخذتها ولا ما اخذتها مساعد اذا قال اخذتها انا خلاص ما اعترف في حال تم الاثبات وش العقوبه اللي تستحقها سلامي على الدنيا ومن فيها وشو يعني استهتار صح لا مو استبعاد لا مو استبعاد وشو هذه لا مو استبعاد خصم مثل ما قال فهد معيار لا مو استبعاد ايش وش المشكله محمد دقيقه فهد شو المشكله اذا هو قال إيه خذيتها ليش أجيب إثبات أنا هو أثبت على عنده هو يقولها لا 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 أثبت الدليل أثبت لا لا ساعد ساعد أنا جالس أكلم محمد لا يأخذك فهد رأي جاك قاعد قبل شوي سولفت مع جاك تفضل يا أبو تفضل محمد أنت الحين تقول إيه خذيتها بس وقدامك وقدام الكاميرا تدري ليه قلت خذيتها لأني أبغى فهد يجي بكرة بدون أي إثبات ما أحتاج يجيب إثبات ما أحتاج على كلمتك هذه ما بي إثباتك ما بي أنت أوكي خلاص هو قالها بنفسه هو يقول إثبات ما يصير دين نفسك يا رجل أبو سالم الله يرحم والديك يا مساعد خلينا نكون عقلانيين معنا عقلانيين مساعد اسمعني الله أنا هالكلام ما هو لك كلام للجميع يا أخواني الواحد لا يجيكم شروب في 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 ان نناقش عن اي قضيه ثم يسلم نفسه حلو يصبح كذا مدري ينزل عليه غباء ويسلم نفسه يا اخي الفاضل
أنت طلبت مني إثبات صح ولا لا؟ نعم. قلت لك بجيب إثبات. أنت الآن اعترفت. طيب. أنا ليش أجيب إثبات الآن؟ ليش أجيب إثبات؟ صل على النبي، صل على النبي. قل لا إله إلا الله. أنا اعترفت. ولكن أنا متقبل اللي تبغاه بس أبغى أشوف الإثبات. يا حبيبي أنت اعترفت. خلاص خلاص على خشمي. يا سعود أنا اعترفت. خلاص. يا جماعة أنا اعترفت دقيقة أنا اعترفت. أنا اعترفت. قل لا إله إلا الله. ممكن دقيقة. بس تفضل فيصل. لا لا مو ممكن. لا لا مو ممكن. مو ممكن. مو ممكن. مو ممكن. مو ممكن. تفضل فيصل. للجمهور. تفضل يا فيصل دقيقة بعد تفضل فيصل أرد أجيل أنتم أول شيء ما أنتم فاهمين الموضوع طيب فهمنا الموضوع يلا قمتوا تقلقلون السالفة واحد يقول الخصم طيب فهمنا الموضوع فهمنا الموضوع واحد يقول إن سرقت 6000 واحد يقول إن سرقت طيب كم اللي انسرق 2000 ما انسرق شيء طيب هذه أول نقطة حلو ها ثاني نقطة أنا مع مساعد لا تقولون فراعة كيف جينا فراعة قدام مساعد وراكم طيب. لهي بس انت تقول انت تقول كان مساعد جاي وانا جيت كذا دخلت بكلامك انا اقول لك مداخله اي اقول لك انا مع مساعد حلو والامر أيه؟ الثالث الامر الثالث مساعد انا معه ما اخذ شيء من البنك حلو. ابد والامر الرابع الامر الرابع اذا عندكم شيء اثبتوه لا والامر الخامس لا تاخذون الواحد بس حلو. والامر الخامس والامر الخامس ها لا لا منا بجايين هنا نصايح جايين نناقش الامر الخامس اثبت فيصل انا فيصل انا كلامي الفيصل فلا. إذا كل شوي بتقعد تطمر على الكلام قفلنا المناقشة هذه أبو نياف سم أسلم الحين مساعد يقول أنا خذيت أنا مع مساعد وإذا عندكم شيء أثبتوه يا ما يحتاج هو يقول أنا خذيت تفهمني فيصل الحين يقول قلت سويت الجريمة يقول إيه سويت بس أثبت عليه أنا مثال كيف يجيب إثبات يجيب إثبات مساعد أنت تدري مفاد معيان إنه مساعد مساعد تفضل فهد فيصل نياف إيش دخل يدافع المحامي هو شغله يا حبيبي انت ما انت معه يا لا 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 معه انت جايب انت جايب وقفك انا معه حبيبي الله يسعد انت معه يوم جاء راكان ما انت معه يوم اخذها فرق لا لا معه اي لا لا فرق ايش دعنا هذا كفو يا مريا هذا ما له شغل شباب كفو بس هذا يوم ما معه تدري تدري هذا متطفل كعادة فيصل نياف متطفل بس يقتال على الاخرين فقط هذا ايش دخلك انت وقف ايش دخلك انت ما كنت معه يوم سرق جيت أنت موجود وأنت دائما فيصل نياف زيادة عدد متواجد بالصدفة موجود بالصدفة يوم جارك موجود بالصدفة موجود بالصدفة مع حسن العجمي فيصل نياف ما له فعل موجود بالصدفة بس شفت اللي شفت مثل إيش مثل اللي حاضر الحادث ويقعد يسالف عند الحادث هو بس حابة بس جاء وقدر تصادموا الناس وهذا قد مات والله شفته تقطع صار عندنا هذا بس هذا هو ولا ايش دخل اناقش انا عن سرقه سواها مساعد زاهد فعلا انا دقيقه فيصل ودي اقول فعلا المشكله الاساسيه مع مساعد اللي هي ما له شغل هذا انا بالنسبه لي حديثي مع مساعد فيصل يعطيك العافيه هو قلنا ما سرقت طيب خلينا نتكلم يا طيب تفضل علي عقبي انا ابشر رد على علي. فهد اللي تبي يلا عشان هذا وش ثاني شيء معنا عندنا محاور اهم والله فضل. كثير واجد ايه. واجد انا بالنسبه لي لو انت عند قاضي في محكمه قلت يا شيخ انا سرقت المبلغ الفلاني اعترف الشيخ شو يقول بقول خلاص ما احتاج دليل اعترافك هو سيد الأدلة في كل محاكم العالم والكرة الأرضية انت اعترفت يا تاجر مشكلة علي انت اعترفت بمشكلة انا معليم عندي مشكلة انا في ردة الفعل روح جيب على كيف طنخة يمشي على ما يمشي على خلاص ابو دخل الله ابو دخل الله ما سمحت لك يا مساعد صارت جريمة ثانية الحين انا اكلم ابو دخل الله يا فيصل قفل يا فيصل سعيدة فيصل قفل انت انت معه يوم ناخذها انت معه يوم ناخذها قال انا معه هو برضه يبغى يعني وياه يعني مشارك مشارك لا 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 قال انا معه انا اعطي يا حبيبي اعطيك الرجل ما هو معه طب حلو عشان قفل ليش قال معه ليش قال معه ليش قال معه لانه متطط بس يبغى ماذا يبحث فيصل بالنياف اقول لك شيء يبغى يلحق الحق انت قلت لي يعني كنا نتناقش يبغى يلحق اي بعلمك كنا نتناقش انا وابو فهد في المكتب قبل ربع ساعه عن فيصل نياف ايش وضعه في هذا البرنامج صحيح كان يقول ابو فهد قال راي ممتاز قال فيصل نياف يفاجئك في يوم يبغى يدخل في مشكله ويغط ثلاثة ايام صحيح هذا اليوم اللي يبغى يدخل هذا اللي هو ما هو ما يسوي مشاكل فيصل نياف المشكله فيصل نياف علي العمري ما يسوي انسان ما يسوي مشكله بس فيصل نياف يشوف ان دول يسوون مشاكل يضربون يبغى يسوي مثله والله انا من غزيه ان غويت غويت وان ترشد غزيه ارشد اي بس يعني هو مو فعل هو ردة فعل هو لا هو فعل ولا هو ردة فعل هو جاي بس هو صدفه بس جميل فيصل نياف ودي قبل ما نختم محور فيصل نياف شغل لي مقطع فيصل نياف اللي يدين في فيصل نياف زملاءه بالسرقه يبدو